اشتغل المصري النهارده اجواء بترجعنا تاني ليوم جمعه الغدا 28 يناير 2011، اعداد بالملايين في الشوارع في كل محافظات مصر، في القاهره، في مسيرات من كل حته، في كل محافظات القاهره، بورسعيد، حتى الصعيد اللي هو كان معقل من المعاقل الاساسيه، خرج الصعيد ضد الاخوان وخرجوا باعداد كبيره جدا، وبني سويف والفيوم والمنصوره وطنطا والمحله والقناه، محافظات القناه الثلاثه في القاهره، مسيرات من اماكن كتير جدا، في من مصطفى محمود لجبهة الإنقاذ وقيادات جبهة الإنقاذ، مسيرة الفنانين والمثقفين من الزمالك، من عنده وزارة الثقافة، وصار فيها عدد كبير من النجوم من الصف الأول المصريين من كل الأجيال، بدءا من يسرى، ليلى علوي، نادية الجندي، محمود خبير، كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، مين تاني، هاني رمزي، عدد كبير جدا من الفنانين وصناع السينما، المخرج يسرى نصر الله، المنتجة والموزعة مريم خوري وجابي خوري، والأخت المخرج الراحل يوسف شاهين، وأصحاب شركة أفلام مصر العالمية. عدد كبير جدا من المخرجين ومن الصناع ومن المنتجين والموزعين والكتاب، الكاتب ابراهيم عبد المجيد. نعم وليد، ابرز الشعارات المرفوعه اثناء هذه الاحتجاجات. هو شعار المره دي كان في اتفاق واضح وصريح على ان يبقى شعار واحد هو المرفوع، هو المطالبه برحيل محمد مرسي ورحيل جماعه الاخوان المسلمين عن الحكم وسقوط هذا النظام، وان الشعب يريد سقوط النظام. كانت يعني دي ابرز الشعارات، ارحل وياخذ حكم المرشد، والشعب يريد اسقاط النظام. نعم وليد، هناك ايضا مظاهرات مناصره للرئيس محمد مرسي قرب مسجد رابعه العدويه، هل هناك امكانيه لحدوث اشتباكات بين كلا المتظاهرين؟ بصوا جاي، خلينا نتكلم بصراحه، العدد في فرق عدد رهيب جدا 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 لصالح المعارضين لمحمد مرسي، جماعه الاخوان المسلمين وحلفائهم من الجماعات الاسلاميه ومن بعض التيارات السلفيه بتواجه صعوبه شديده جدا في الحشد، في صراعات داخليه جوه جماعه الاخوان المسلمين، لانهم شايفين ان غلطاتهم وغلطات القياده القاده التاريخيين الموجودين دلوقتي هي اللي ادت للغلطات اللي هم موجودين فيها، وفي ناس من المعتصمين اصلا في رابعه سابوا الاعتصام ومشوا نتيجه لاحساسهم من قيادتهم من الاخوان المسلمين مختفين ومش موجودين معاهم، وحتى ما بيردوش على الاتصالات الهاتفيه بتاعتهم، وفي محاوله حتى لطمانينتهم من خلال بس شائعات، يعني سمعت امبارح، معرفش عندكم فكره ولا لا، ان شائعه امبارح في رابعه ان مثلا عدد اللي خرجوا امبارح ان هم 37,000 بس معارضين لمرسي، احنا كنا شايفين ان هي بالملايين، احنا لينا ثلاث ايام بنخرج بالملايين ضد محمد مرسي، النهارده في عدد جدا، فرصه حدوث اشتباكات، فرصه قائمه واحتماليه قائمه، لان في حاله يأس جماعه الاخوان المسلمين ممكن يضحوا بشبابهم، هل هم هيضحوا بشبابهم ولا هم هيحاولوا يدوروا البلد لحرب اهليه او يدوروا البلد لاشتباكات دمويه محدش هيعرف مداها الا الله، ممكن، بس حتى لو ده حصل انا ما اعتقدش ان الجيش هيدي فرصه، ما اعتقدش ان الشعب المصري هيدي فرصه، العدد الشعب ده مش متخيل، يعني محتاج ان انت تبقى موجود في الشارع عشان تفهم انا قصدي ايه او تشوف ايه احنا قصدنا ايه، في ملايين الملايين، في فرق عدد رهيب جدا، لو جماعه الاخوان المسلمين اتخذت حماقه وحاولت تدور البلاد الاشتباكات مش في صالحهم خالص، ومش هيبقى حرب اهليه ان شاء الله، ومش هيوصلنا لحرب اهليه، لان هو اشتباك هينتهي اعتقد في وقت قليل جدا، والجيش المصري اللي هو على الحياد لغايه دلوقتي، والشرطه المصريه اللي هي على الحياد هتضطر تتدخل، وفي الحاله دي مش هيبقى ابدا في صالح جماعه الاخوان المسلمين. نعم وليد، يعني هل هناك اي قرارات اتخذها الرئيس محمد مرسي؟ سمعنا عن انباء عن اقاله الحكومه المصريه. فات الوقت وجيه، يعني هو للاسف انا ما اعرفش هل الكرسي بتاع الحكم الرئاسه المصريه لازم نغيره ولا لازم نرميه في النيل او نعمله، او هو مصاب بلعنه الفراعنه في التاخير، مبارك كانت دايما قراراته متاخره، ومحمد مرسي قراراته متاخره، محدش دلوقتي هيوافق على اصاله الوزاره، لان الناس بتتعامل مع مرسي باعتباره مش موجود، شرعيه الرئيس سقطت، جماعه التمرد جمعت 22 مليون و134,000 توقيع، ده معناه ان شرعيتك سقطت، يعني ده اكثر بكثير من عدد الناس اللي انتخبتك، وده عدد منطقي، فلما يكون 22 مليون هم يعني حوالي اكثر من نص الكتله التصويتيه، يعني فاضل 3 مليون ونبقى الكتله التصويتيه المصريه، الناس اللي انتخبوا اصلا كان حوالي 25 مليون، فاذا كان 22 من 25 مليون سحبوا ثقتهم، اللي طبعا منهم ناس كانوا بيجيلي شفيه، بس في الاخر كل دول سحبوا كمان الثقه من محمد مرسي، فما فيش حد معترض بده، وحتى لو هو اصدر القرار ده فده يعتبر قرار متاخر. نعم يعني وليد، المحتجين الذين نزلوا للشارع لن يقبلوا باقل من اقاله الرئيس محمد مرسي. لن يقبلوا باقل من رحيل جماعه الاخوان المسلمين، جماعه الاخوان المسلمين اكتسبت اعداء الشارع المصري باكمله، انت النهارده الناس بتحتفل، النهارده الناس نازله كتاب واحد على قلب واحد، كل الفرقاء وكل الخصوم السياسيين والناس نازلين، الناس فرحانه بالشرطه، الناس فرحانه بالجيش، الناس عندها استعداد، الناس تحالفت كلها على رحيل
قلب الممتعين انا بكلمك واغنيتك احلى بصراحه وبتراها شغاله من عربيه من العربيات ومكبر صوت وناس وناس ماشيين فاهم فاهم وجيه يعني الموضوع نعم عدى كل المراحل اللي هي ممكن تتكلم فيها يعني الى حد الان الاوضاع الامنيه مستقره لوجود لاي اشتباكات او مواجهات الامن المصري قام بهمته على اكمل وجه لم بص 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 ودي في محافظة القاهرة اللي أنا موجود فيها أنا بكلمك من مسيرة الزمالك اللي هي من يعني هي اتجهت لدار الهجرة من جنب التحرير المملوء تماما لدار بكل ممراته بكل شوارعه المحيطة بيه بكل الضواحي لدرجة إن ال- 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 المسيرة بتاعت اللي انطلقت من الزمالك للهجرة مش عارفة تخش حتى دار الهجرة لأن الكوبري كمان مقفول بعدد الناس والناحية الأمنية جميلة جدا في التزام أمني كامل في واضح تواجد الجيش قوي مش تواجد ضعيف تواجد الشرطه موجوده فالتامين قوي جدا سواء من جنب الجيش او من الشرطه او التعاون اللي حاصل بينهم انت عارف ان النهارده في اكبر انتشار امني اكبر حمله خطه انتشار للجيش المصري من رفح للقاهره في كل المناطق في كل الاماكن الحيويه وتامين لكل الممرات لكل الشوارع الحيويه فلا اعتقد ان الناحيه الامنيه ممكن يبقى فيها حاجه من الاول من عده ايام في صراعات موجوده في بعض المحافظات نتيجه لمبادره جماعه الاخوان المسلمين لاطلاق النار على اي تظاهرات معارضه لمرسي تقترب من اي مقر من مقراتهم حتى لو لم يصد هذه المظاهره بادره عنف فده يستفز الناس الغريب في الموضوع وده رد على سؤال ويمكن يوصلك لنقطه استنتاج هم وضعيه بيتعاملوا ازاي في مصر دلوقتي ان اللي بينزل يحمي المظاهرات دي مش الناس اللي في المظاهرات اللي بينزل يحميها هم السكان العاديين اللي في المناطق اللي حواليها اول ما بيشوفوا المظاهرات بتضرب بينزلوا هم لو عندهم سلاح بينزلوا بسلاحهم وهم اللي بينزلوا يقاوموا وهم اللي بينزلوا يصروا على ضرب التظاهرات اللي موجوده.